بروفيسور أمنة بدري، ارتبط اسمها بسلالة ساهمت بشكل مباشر في حركة تعليم البنات في السودان، ولم تبتعد آمنة عن مسيرة عائلتها، وساهمت بوجودها على رأس إدارة كلية الأحفاد الجامعية بتأكيد الفكرة الأولى التي بنى عليها بابكر بدري، أحقية المرأة في التعليم. ولكن خلف الشخصية العلمية الرصينة يوجد عالم آخر ووجه جميل، هو الوجه الأجمل. الوجه الأجمل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة والوجه الأجمل لبروفيسور آمنة بدري، نائب رئيس جامعة الأحفاد للشؤون العلمية. أهلا بكم، مساء الخير دكتورة. مساء النور، وأهلا وسهلا بك يا نسرين. اليوم وعلى غير العادة عايزين نركز على الوجه الأجمل، الوجه الإنساني غير المطروق وغير المعروف لدكتورة آمنة بدري أو بروفيسور آمنة بدري. على حسب علمنا أنت من مواليد مدينة أم درمان، سليلة أسرة كبيرة وعريقة ورائدة في مجال حقوق المرأة وتعليم المرأة. بالتالي نتكلم عن تفاصيل النشأة والمراحل الدراسية الأولية في هذه المدينة التي تحمل الكثير من التفاصيل الجميلة التي تستحق أن نذكرها في هذه الليلة. أنا مولودة في أم درمان في حي البسطة، أو برضو اسم حي الشيخ ضفع الله، اللي هو يعني في قلب أم درمان، يعني ما أم درمان الأطراف. اتولدت في أم درمان ونشأت في أم درمان، وكل مراحل الدراسة درستها في أم درمان. درست من الروضة والمرحلة الأولية والمرحلة الوسطى في مدرسة الأحفاد أو مدارس الأحفاد. المرحلة الثانوية درست في مدرسة أم درمان الثانوية للبنات، فنشأتي كلها يعني كانت في أم درمان. درست في جامعة الخرطوم الجامعة لدرجة البكالوريوس، يعني ترعرعنا ونشأنا إدارة الأعمال في جامعة الخرطوم. في جامعة الخرطوم كانت الفترة دي جزء من كلية الاقتصاد، فيعني حياتي كلها في أم درمان يعني، وطبعا بنحبها شديد أم درمان، متعصبين لها شديد. هي موجودة، والحي ذاته كان حي جميل فيه حيوية، يعني البسطة بهنا، قبة الشيخ ضفع الله من هنا، السينمات أم درمان والوطنية أم درمان، يعني المنطقة ذاته كانت منطقة حية شديد وجميلة، وعندنا لها ذكريات حلوة. وبلا انحياز مدينة أم درمان مفعمة بأجواء الفن والأدب والثقافة، تراثا وتأثيرا وتأثرا أيضا، وربما تأكيد. هذه الأجواء بالإضافة للأجواء الأسرية اللي كان بتعطي مساحة من الحرية للمرأة، مساحة حرة لاتخاذ القرار، أجواء حريصة على الأكاديميات أيضا، كل هذه الأشياء أكيد شحذت من همتك وساعدت أيضا في تشكيل هذه الشخصية التي نراها الآن أمامنا. شكرا يا نسرين على الإطراء. ده في الحقيقة صح، يعني التربية لها أثر كبير جدا في صقل الشخصية وكده، ويمكن يعني إحنا تربينا تربية فيها نوع من الحرية، والواحد بيقدر يعبر عن رأيه ورأيه ده بيلقى قبول، وبرضو الأسرة بتكتشف يعني فيك أشياء معينة، مواهب إبداعات بتنميها وبتحاول يعني تساعدك عشان أنت تمشي في الحتة دي. نحن عايزين نمشي في التسلسل الأكاديمي. توجهت نحو الولايات المتحدة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد، صح، من جامعة الاقتصادية والإدارة المالية. في الحقيقة لما خلصت الجامعة واشتغلت سنة في الأحفاد، بعد كده يعني ابتعثنا أنا وزوجي قاسم بدري للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عايز يحضر الدكتوراه والماجستير. أنا ما دخلت طوالي، كان في فترة بتاعت انتظار للقبول، لأني من هنا كنت اتخرجت كده سافرت طوالي، فحتى في الفترة بتاعت الانتظار دي كنت بشتغل، يعني اشتغلت في شركة وكنت بعمل حاجات تانية. فالمهم يعني درست في مجال التنمية الاقتصادية والإدارة المالية كانت الماجستير، واتخرجت سنة 78، وكانت فترة جميلة شديد. طبعا الواحد يعني في ريعان الشباب من عمره، والبلد جميلة، يعني مدينة سانتا باربرا في كاليفورنيا، حس هي دي المدينة الساكنين فيها كبار المشاهير الممثلين، وكلهم ساكنين في المنطقة دي، فكانت في الوقت ذاك يعني ما بالقدر بتاع الشهرة ده،
لكن كانت مناخ البحر الأبيض المتوسط معتدل، شواطئ جميلة، يعني البيئة ذات اللي عشنا فيها في الفترة دي كانت جميلة شديد. والواحد قدر من المنطقة بتاعت الدراسة وتحت له الفرصة إنه برضو يترحل في داخل الولايات المتحدة ويسافر في رحلات علمية ورحلات ترفيهية، وفيها مدينة ديزني لاند، ويعني فيها حاجات إبداعية جميلة شديد. فدي من أحلى الذكريات يمكن في ذهن الواحد، وقابل فيها أصدقاء كثيرين ما زالت لغاية الآن بتربطنا بهم صلة جميلة، سواء كان من أصدقائنا السودانيين أو الأجانب اللي التقيناهم في الفترة دي. تعرفت على الأجواء الأمريكية واندمجت في هذه الأجواء، وكانت حافز لك لمواصلة الدراسة درجة الدكتوراه لنيلها بعد ذلك، ولكن في ولاية أخرى، في ولاية أيوة. في ولاية أيوة اللي هي طبعا مناخيا بتختلف تماما لأنها شتاء قارس والجليد بيظل فيها فترة بتاع 6 شهور، فكانت فيها نوع من الكآبة شوية لأنه الواحد بيكون داخل المبنى، يعني ما بيقدر يطلع في فترة الشتاء، وخاصة إن إحنا ما متعودين على النوع ده من المناخ، فكانت شوية متعبة. لكن يعني كانت ميزتها إنك أنت بتكون مجبر محبوس عشان تقعد وتكتب وتدرس. فأنا في الحقيقة كتبت الرسالة في فترة بتاعت 5 شهور، لأن دي كانت فترة بتاعت الشتاء، ما عندي حاجة تانية أعمل زمن قياسي يعني. فالحمد لله يعني برضو الواحد استفاد منها، واستفاد برضو من الفرصة اللي اتيحت له في انه يزيد علمه ويزيد مهاراته في التدريس، يتعلم التقنيات. يعني احنا لما عشنا في كاليفورنيا كان الجهاز بتاع الكمبيوتر الشخصي دي يا داب وبيصنعوا فيه، يعني الشخصيات اللي قامت يعني عشنا وتربينا مع الحكايه دي، فدي ذاتها كانت يعني حسب النسبة لنا استخدام الاجهزه التكنولوجيه دي سهله جدا، يعني تعلمتها في بداياتها. والأساتذة كانوا بيجبرونا إن إحنا لما نعمل الواجب المدرسي في الجامعة نجيبه مصمم في الكمبيوتر، ما نجيب لهم بخط اليد، فهكذا الواحد كان بيجبر إنه يستخدمه. ملزم على إنك تتعامل ملزمه. لكن أنا يعني سعيدة إنه في الوقت داك شفناه كده فيها ضيق شوية، لكن سعيدة لأنه الحسة بالنسبة لنا بقت حاجة عادية وكده. دكتورة آمنة، بعيد عن الجانب الأكاديمي، الجانب الأسري أيضا كان له كبير الأثر في تشكيلك. فعندنا نحن إفادة من سيدة والدتك، وإفادة من زوجك أيضا دكتور قاسم، حنتابعها وحنواصل حديثنا معك. آمنة يعني بطبعها ما بتحب المرقة، يعني هي بعد ما ترجع من المكتب بتلعب الدور بتاع ست البيت، وما عندها المرقات كثيرة، وما في مزاج لحكاية المرقدية ذاتها هي أصلا، فده بيخليها تكون قاعدة في البيت معظم الوقت، وهي بالتالي بقت عندها المسؤولية بتاعت البيت 100%. أنا في البيت ما بعرف أي حاجة، لا بعرف جابوه من وين، لا بعرف جابوه بكم، لا بعرف الليلة الغدا مفترض يكون شنو، يعني ما عندي أي عطاء في الحتة بتاعت البيت دي، يعني 100% هي مستلماها وماسكاها ومؤديها. أنا أفتكر بأداء جميل جدا جدا. كانت طفلة حلوة جدا جدا ما شاء الله، اتولدت ضخمة، وأبوي أول ما جاء شافها عجبه وقال لي والله البنت دي بس شبه الأرانب يا عديلة، تشبهك شبه الأرانب. وأنا أتمنى يكون الكلام ده صحيح، لأن آمنة في نظري هسه أجمل زوج في الدنيا. إذن هي السيدة عديلة بدري، والدة بروفيسور آمنة بدري ودكتور قاسم بدري أيضا زوجك المصون. إفادتهم كانت بتعبر عن جوانب تانية أيضا جميلة في شخصيتك. والدتك حجة عديلة بتقول إنه اتولدت طفلة جميلة ولسه شكلها شايفاكي عدسارنا بجميل. أيوة شايفاكي لسه آمنة الصغيرة الطفلة اللذيذة اللي بيقول عليها يعني أهل. في الحقيقة أنا فعلا يعني على حسب أول حاجة، يعني طبعا القرد في عنوم غزال في حاجة ابن حلوة مهما كان، يعني المهم هي فعلا بتقول لي اتولدت كبيرة، وكانت مشكلة يعني إنه يشيلوني كيف، يعني أنا كنت طفلة ضخمة وبعدين يعني ما مشيت بسرعة،
ما تكلمت بسرعة يعني تأخرت في الكلام، فحتى لما ابتديت أتكلم يعني عشان كده الناس ما تنزعج إذا أطفالها ما تكلموا، أنا حاسة بتكلم كويس. فحتى لما ابتديت أتكلم الكلام كان مقلبني، يعني مثلا يعني بقلب الكلمات، مثلا الكافيتيرا بقول الكتفيرة، أصابع عيني بقول أباظ عيني، يعني كلها الكلمات أي كلمة ما بقولها صح، يعني حتى لما اتعلمت الكلام. لكن يعني المهم الحب اللي بتديك للأسرة دي هو أهم حاجة، لأنه بتخزن فيك وبعدك بيخليك أنت تعمل أي حاجة. وبعدين يعني أنا ما بتذكر نهروني ليه قلت الكلمة دي غلط ولا كده، لا خلوني أغلط في الكلمة وبعد شوية تاني بتكوّم الأشياء تلقائيا. الإفادة الثانية من زوجك بروفيسور قاسم، وأيضا ذكر أنه أنت مهتمة بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في البيت، يعني كل هذا الجو الأكاديمي والمسؤوليات ما شغلتك من القيام بدورك كزوجة؟ أنا في الحقيقة بحب البيت زي ما هو قال، يعني بحب البيت، بحب أقعد في البيت أنظمه في الوقت اللي بكون أنا ما عندي فيه شغل، بحب تصميم يعني البيت يكون تصميمه جميل بالحاجات بسيطة، يعني ما ضروري تكون حاجات مكلفة. وهو قاسم ضيف في البيت، أنا بقول له أنت بس نازل لك في فندق، دائما أقول له أنت بس قاعد لك في فندق، لأنه بيجي بس بياكل وبيشرب وبنوم وبيستحم وبغير وبيمرق. يعني لكن يعني أنا بفتكر إن هذه برضو بالنسبة لي أنا حاجة كويسة منه وبشكر عليها شديد، لأنه مديني الحرية دي، يعني لا بيسألني اتصرفت كم ولا كده، وبالقليل أنا بميز. يعني أنا كمان زولة يعني زي ما هو بقول لي الاقتصاد بالطبع وبالدراسة، يعني بميز له ماله ده وأمينة عليه شديد جدا على قدر قلته يعني. وفعلا بقوم بأي شيء في البيت، يعني ما بتتخيلي لي درجة أي حاجة أنا بعمل، أي حاجة أنا بجيبها. قبل ما تكوني المتخصصة في الاقتصاد أكاديميا، أنا بدري تربية حبوبات برضو. أنا تربية الحبوبات أيضا بتصفي كثير من الجوانب الدافئة على الإنسان. نحن حناخد لنا فاصل غنائي مع الفنان نزار المهندس وحنواصل حوارنا معك. عليه مغير مشيتك، معني سلامك وبسمتك. من إيه مغير مشيتك، معني سلامك وبسمتك. من فتنتك ولا الغرور، مالك ساكن بنيتك، عليه مغير مشيتك. كسوتك على ناس تهيم من فرقتك، لو تلا الغرات وزود كسوتك على ناس تهيم من فرقتك، وسيب برجك العالي هناك فارق مدايم وهمتك، وسيب برجك العالي هناك فارغ مدايم وهمتك، انزل عليه مبرمين، انزل عليه مبرمين، انزل عليه مبرمين، خلي القلوب تسرح تهيم في روعتك، عليه مغير مشيتك. أصل الطواط غير يزيد، ما بنقص اللون الخرافي في ملمحك، ويزود الوهج العليك كل اللي يشوفك يلمحك، ما
اصل الطواد غير يزيد ما بنقص اللون الخرافي في ملمحك ويزود الوهج العليل كل اللي يشوفك يلمحك بتمنى لو انك تعود اتمنى لو انك تعود بتمنى لو انك تعود بفرح دوام رجعتك عليه مغير مشيتك هجل عليك كل اللي شوفك يلمحك ما أصل التواضع غير يزيد ما بنقص اللون الخرافي في ملمحك ويزود الوهجل عليك كل اللي شوفك يلمحك بتمنى لو انك تعود بتمنى لو انك تعود بتمنى لو انك تعود بفرح دوام برجعتك عليه مغير مشيتك سلامك وبسمتك من ايه مغير مشيتك معني سلامك وبسمتك عليه مغير مشيتك معني سلامك وبسمتك من فتنتك ولا الغرور مالك ساكن دنيتك عليه مغير مشيتك أهلا بكم مجددا والوجه الأجمل للدكتورة آمنة بدري وكنا بنتكلم قبل الفاصل دكتورة عن تربية الحبوبات حيفاجأ كل الناس إذا عرفوا أنه أنت من عمر 9 شهور مشيت لحبوبتك وقعتي معاه لحد ما كبرتي وزوجتي صح يعني أنا من عمر 9 شهور عشت مع حبوبتي لي حرم الأمين وقعدت معاه لقد ما تزوجت في بيتها وبالنسبة لي يعني ناس أمي وأبوي ديل كنت بمشي لهم في الإجازات بتاعت المدارس لأنهم أساسا ما كانوا ساكنين في مدرمان أبوي من الزراعيين الأوائل الصادق بدري وكان معظم حياتهم عايشين في الخلا يعني في المشاريع الزراعية اللي هي أساسا ما فيها مدارس ذات يعني ولا في أي فكنا بنمشي لهم في الإجازات فحبوبتي ذاتي كانت شخصية يعني ما سهلة يعني هي من أول التلميذات في مدرسة بابكر بدري هي الأول دفعة افتتحوا بها كلية المعلمات في مدرمان فهي زولة ذاتها يعني كانت شخصيتها قوية وهي كانت فازت بالجائزة بتاعت أميز خريجة في كلية المعلمات والجائزة دي هي ذاتها أدتني لها لما أنا أخذت الدكتوراه قدمت لي هدية ولحد الآن هي موجودة عندي من ضمن المقتنيات اللي عندي ويعني طبعا برضو أنت عارفة الحبوبة لما تصل مرحلة إنها بنتها تزوجت ولدت بتكون مسؤولياتها خفت فبتكون متفرغة برضها للتربية والحب كبير. الحب بيقول جنى الجنى أحلى من الجنى فصراحة أنا يعني عشت معاه حياة جميلة شديد جدا وشبعت بكثير من شخصيتها ومن روحها ومن حبها ومتابعتها ويعني هي ما كان تدليل ما كان دلع يعني كان توجيه لكن فيه كثير من الحب اللي بيخليك أنت تمشي لقدام وتفكر وتبدع
ومستمعة، يعني كانت بتستمع، يعني لما أنا أجي أحكي لها، لما أجي من المدرسة أحكي لها بحاجات بتستمع، لو أنا عندي فكرة أو عندي حاجة عايزة أنفذها بقول لها، هي بتساعدني. يعني لدرجة إنه مثلا إحنا لما كنا صغار بتذكر وبنلعب مع بنات خالاتنا وكده، أنا كان عندي عروسة وبت خالتي كان عندها ولد، فقمنا قلنا خلاص نخليهم يعرسوا في الدفي جاسة المدرسة. طبعا زمان لا في قنوات فضائية، لا في، يعني الناس بتلعب، فقمنا عملنا عرس بتم لعاب، فقمنا قلنا لا نحن عرس بتم لعاب ده ما دايرين نعمله في البيت، ما عزمناها معكم؟ لا عزمناها، هي كانت ماسكة كل حاجة، قلنا لا احنا بس دايرين نعمله في حديقة ما يكون يعني في البيت، يعني شوف احنا الوقت ذاك صغار. قالت لنا ما عندكم أي مشكلة، رتبت لنا كل حاجة، وفعلا جينا واحدة في الحديقة اللي هسه بقت الأوزون دي، احنا اكتشفناها من بدري. فقمنا جينا من منتصف بالضبط من البلع العربية والسايرين بالعريس والعروس، وعملنا حفلتنا في الحديقة دي، واشترت لنا الحاجات الباردة. أجمل ما في الأمر إنه هي مجارياكم، مجاريانا، وجات وقعدت معانا في الحفلة بتاعت عروس بالدم لعابد، وكانت حاجة جميلة. فهي شوفي يعني كانت عندها صبر وتقدير، يمكن بحكم إنها ذاتها كانت معلمة غير حبها الأسري، يعني شافت إنه الأشياء دي بتنم في الطفولة أشياء معينة بتنفعها لقدام في حياتها المستقبلية. المواهب الكثيرة اللي كانت بتظهر على السطح في تلك السنوات الجميلة، عرفت إنك من عمر 12 سنة تنمى لديك اهتمام بالتصوير بقوة، التصوير الفوتوغرافي والتصوير السينمائي، وبعد ذلك 3 سنوات وأصبحت تميلين نحو التطريز والخياطة. كلمينا عن هاتين الموضوعين. في الحقيقة التصوير ده أنا يعني حبيته من ما عمري 12 سنة، يمكن برضو لأنه في الأسرة كان في ناس يعني بيصوروا، أبوي كان بيصورنا، خالي اللي هو أحمد عبيد عبد النور ربنا يرحمه برضو كان بيصورنا، فأنا حبيت التصوير، يمكن يعني دي حاجة كده تلقائية جات أو لا شعورية. فكنت دائما بتخيل، يعني لما نشوف حاجة الصورة ذاتها بشوفها في ذهني قبل ما ألقطها باللقطة، فبقول يا ريت لو حسة كانت عندي كاميرا كنت صورت الحتة دي، أو أتخيل مثلا مجموعة من الناس قاعدين وأنا صورتهم، يعني كان بيجيني الحاجات دي كخيال في ذهني وأنا عمري 11 سنة. فقمت حكيت لي أهلي أمي حرم اللي هي حبيبتي، تقول لها أمي، فقلت لها أنا يعني نفسي يكون عندي كاميرا، قالت لي ما في أي مشكلة، نمشي سوق أم درمان، في المحلات دي الحدت الآن موجودة وانت ماشية بعد البسطة، في محلات جنب الجامعة الكبير السني والحضري، ديل كانوا المحلين اللي بيبيعوا الأشياء دي واللي ما زالوا موجودين. فعلا اشترينا كاميرا ماركة اسمها أكفا، بتذكرها الحدت الآن صغيرة، والحدت الآن أنا عندي الصور اللي أخذتها وأنا عمري 11 سنة محتفظة بها عندي في الأرشيف بتاعي الخاص. وفعلا جيت وبديت يلا عاد اصور، ما خليت زول ما صورته. وشلتها معايا المدرسه برضه، صورنا في المدرسه مع زميلاتي. وبعد كده ابتديت يعني اقول خلاص ما دام انا حزقت التصوير الفوتوغرافي ده اصور كمان سلايدز، بقيت اصور سلايدز شرايح. بعد كده اتيحت لي الفرصه اني اسافر برا السودان، بعد يعني في فتره قدرتي تتحصل على كاميرا. انا اتزوجت وانا طالبه، فكنت جمدت الدراسه الجامعيه لمده سنه وسافرت مع زوجي بريطانيا، فهناك كمان اتعرفت على الكاميرا اللي هي بتصور سينما. الفيديو ما كان الوقت ذاك اخترع، لسه كاميرا الفيديو ما كان تم اختراعها، فكانت في كاميرات سينما بتصور 8 ملم من دون صوت، صوره بس. فعلا اقتنيت واحده، وافلام ما زالت موجوده عندي. لما سافرت كمان امريكا لقيت فرصه بتاعتي انه اشتري كاميرا بتاع السينما بالصوت والصوره. فعلا اشتريت الكاميرا دي وصورت، عندي افلام كثيره انا مصوراها بتاعت سينما. ودلوقتي بعد التكنولوجيا اتطورت، حولت الذخيره بتاعت الاشرطه بتاعت الافلام يمكن 30 شريط، حولت على شريط فيديو عشان يسهل مشاهدتها، لان الافلام بتاعت 8 ملم السينما كان عندها جهاز مخصوص، وعندها جهاز مخصوص، والجهاز برضو اشتريته، يعني كنت بتابع التخفيضات اللي بتحصل في المحلات. فكان يعني هسه عندي يمكن يعني موجوده، يعني موجوده الاشياء دي كلها. بعد ذاك طبعا التصوير الفوتوغرافي اتطور، بقت في الكاميرا اللي بتكون حتى الصور محتفظه بها، محتفظه بها. في ظهرت الكاميرا برضه على فتره كده بتاع التصوير الفوتوغرافي، الفوكس بتاع اوتوماتيك اسمها اوتو فوكس، يعني ما بتحتاجي انت تظبطي الفوكس. وبرضه الفلاش، فدي برضه اقتنيتها، لكن لسه كان بتشيل الفيلم توديه عشان يتحمض، لغايه ما ظهر الديجيتال. وحس انا عندي كاميرتين ديجيتال بتاعت
تصوير فوتوغرافي وتقنيات طبعا في الكمبيوتر بتنزل لسه الصور. لسه ما زلت في ظل المسؤوليات دي كلها بتحافظ على الموهبة؟ ما زلت لأنه يعني بجد نفسي زي ما بقولوا الشباب الزمن ده وبحبها وبعمل الايديتنج بعدك طبعا برضو اقتنيت كاميرات فيديو، عندي 3 كاميرات بتاعت فيديو. نحن حنواصل حديثنا الممتع معاك دكتورة آمنة، حناخد فاصلة غنائية أخرى مع الفنان نزار المهندس ومحمد جزار. يا ما عيشتي معي دوام لحظة عصيبة نسوة الدنيا وحكاية رهيبة، يا ما عيشتي معي دوام لحظة عصيبة نسوة الدنيا وحكاية رهيبة، كنت بنسم لك راح زي الطبيبة، كنت بنسم لك راح زي الطبيبة، لسه ما زلت الملاس، لسه ما زلت الملاس، الملاس نجم الحبيب. مشوار طويل عنوان دربي والأمان والإلفة فيه دنيا يا قربي والطريق مفروش بروح الأيام طويلة بلا نهاية، عشرة
أيام طويلة بلا نهاية والعهود بيناتنا أكبر، العهود بيناتنا أكبر 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 من الوشاية. أهلا بكم مجددا والوجه الأجمل للدكتورة آمنة بدري. وكنا بنتكلم عن الهوايات يا دكتورة، واستعرضنا هواية التصوير وتحدثنا أيضا عن الخياطة اللي أهدوكي بسببها وإنت بعمر 14 سنة مكنة خياطة. صح، يعني أنا برضو كنت بحب الخياطة وبخيط لبناتهم لعابة والعروسات زي ما بقولوا. وبعدين يمكن الناس البيت لاحظوا أنه أنا بعمل لهم يعني تصاميم بتاعت فساتين حلوة العروسات ديل. كنت بحب الخياطة شديد، يعني لما خالتي ولا أمي يقعدوا يخيطوا بي أقعد معهم في المكنة. فقمت حكيت مع أمي حرم اللي هي حبوبتي، فقلت لها أنا يعني عايزة لي مكنة خياطة وكده. فبرضو قالت لي ما في مشكلة، مشيت سنجر في أم درمان محل سنجر. كانت جدة مرنة جدا شديد، يعني شخصية ما عادية. ففعلا مشيت سنجر، وكان الوقت ده ناس سنجر بيعملوا زي ترويج للمنتج بتاعهم بكلام الزمن ده، فعندهم مكانات جاتهم جديدة بيبيعوها بالأقساط. فعلا اشتريت لي المكنة دي وابتديت أخيط فيها. الكان لطيف في شنو في ناس السنجر إنه مع المكنة بتدق دروس، فبتجي واحدة من المدربات أو المعلمات بتاع السنجر في البيت بتوريك كيف تشغلي المكنة الجديدة دي. فأنا كنت بس بقعد أنتظرها كده، يعني أعرف مواعيدها تجي أقعد عشان تفهمني. مثلا أخذت لك كورس تعليم، كورس يعني. تمام، الخيط بينضموا كيف في المكنة، الأسطوانات تحت التطريز المختلفة بركبوها كيف، الـ يعني كل الأشياء اللي بيشغلها المكنة كيف بتركب الحاجات المختلفة بتاعتها المعدات بتاعتها. وبعد ذاك يلا ابتديت اخيط. يعني انا عمري 14 سنه لما دخلت المرحله الثانويه خيطت فساتين المدرسه بتاعتي براي، وخيطت لاخواتي وخيطت في البيت وبنات اخواتي. يعني عايشه في اعماق الخياطه دي. لما يعني الواحد برضه تحصل على مكانات متطوره شويه فيها الكمبيوتر وكده، برضه حاسه انا عندي مكنه بتشتغل بنظام شنو كل الأشكال بتاعت التطريز مبرمجة داخلها. بدل فيك أسطوانة زي زمان وأركب بس بدوس زر بديني الشكل اللي أنا عايزاه. طبعا حيفاجأ كثيرين يا دكتورة إنه وسط هذا الجو الأكاديمي والمسؤوليات الكثيرة ممكن يكون عندك وقت لهوايات تحتاج فعلا لتركيز وزمن كبير يعني عشان تقومي بها. أنت الحاجة لما تكون بتحبها بتوجد لها وقت. عندنا إفادة من شخص أيضا التقيته في مرحلة من مراحل حياتك في القاهرة، وحنتعرف على هذه الصلة بعد أن نشاهد الإفادة. دكتورة آمنة الصادق، من خلال التعامل معاها يعني تلاقي فيه يعني إيه الثقافة مع البساطة، مش متكلفة خالص، توصل لك الحاجة ببساطة وتتعامل ببساطة. هي أستاذة جامعة فاضلة، لكن تحس في التعامل من هي شخصية سودانية راقية جدا جدا. هي كانت إفادة من ماجد، وذكر لنا ما قل ودل، هو فعلا استطاع بإيجاز أن يوصف لنا شخصية آمنة بدري. والله أنا برضو بشكر الأستاذ ماجد، وهو برضو يعني زول يعني متعاون، وإحنا تعرفنا عليه في اسكندرية في الحقيقة. يعني كنا في إجازة صيفية فكنا متجولين في اسكندرية، فشفنا المبنى بتاعه ده جميل شديد جدا وعجبنا، فعرفنا بنفسنا وكده. يعني قلنا عايزين نتفرج في المبنى بتاعك ده من باب السياحة. فقام قال المبنى ده معروض للبيع وكده، وانا حاسهل لكم انتوا سودانية اخواننا وكده. المهم بعد ذاك يعني بقينا من الرواد بتاعين المحل ده سنويا بنمشي، مجموعة من الأصدقاء والأهل يعني بقوا دلوقتي من الناس الممتلكين في هذا المبنى، وهو تعامله كان جميل برضه. يعني دكتورة آمنة، من ضمن هذا الاستعراض خلينا ننتقل لصور بتقول الكثير من الكلام أيضا عن حكاية وخفايا ترتبط بذكريات جميلة كانت في حياتك. نمشي نفتتح معرضنا جدا ونشوف الصور الجميلة الموجودة جدا. تفضل. ازيك يا ليندا؟ مساء الخير. تفضلي يا دكتورة. تمام، شكرا يا حبيبتي، نبوسك كمان. شكرا لك عزة. شكرا.
صور الدكتورة آمنة بدري، تفضلي. طيب عندنا مجموعة من الصور، هنشوف الصورة الأولى. الصورة الأولى دي زيارة كانت لبلجيكا في سنة 2002، كان جاتنا دعوة من السفير الدكتور علي يوسف، دعانا نزور هناك فمشينا له، وزي ما شايفين في الصورة من على اليمين سعادة السفير علي يوسف، بعده دكتور محمد سيد أحمد صديق لنا ولأسرة السفير، بعده الأخت هدى زوجة السفير علي يوسف، اللبس الأحمر دي أنا، والعلى يميني دكتور قاسم بدري. الصورة دي مع ابنك حلوة. الصورة دي طبعا جميلة شديد زي ما قالت فيها رياكشن جميل على وشك. ففرحانه انا كنت شديد بانه عبد الرحمن ولدي تخرج، ده كان يوم تخرجه من المرحله الثانويه وهسه هو بيدرس في الجامعه، يحلل وسلم عليه لانه بعيد مننا في بيروت، لكن يعني انا بكيت يوم التخرج ده، يعني لما شفته ماشي كده في الموكب من الفرحه كده مرحله كبيره. طبعا هو قام وحلو كمان شديد وهو للشاطر ربنا يحفظه. الصورة دي سنة 78 في ولاية كاليفورنيا في الجامعة يوم التخرج ذاته، وفيها ذكريات جميلة لأنه مجموعة من الأسرة جات حضرت معانا التخرج، ولفت انتباه الحضور في حفلة التخرج ده إنه زغرته لما ندهوا أسمائنا، فكان الناس مستغربين الزغاريد دي شنو بتعبر عن شنو يعني الحركة الصوتية، فكانت برضه ذكريات جميلة. هنا نلت الماجستير ودكتور قاسم الدكتورة. فكان تخرجنا في نفس اليوم ما شاء الله. نشوف ما شاء الله تبارك الله الصورة الرابعة العسل ديل. دي أنا وأختي مدينة، أنا اللي على الشمال وأختي في الصورة على يدك اليمين مدينة، أختي الأكبر مني هسه هي موجودة هنا في الخرطوم، وأولادها ما شاء الله كبار دكاترة وأطباء. كان عمرك هنا تقريبا 3 سنوات العمر أفتكر زي يعني الصورة دي نقدر نقول سنة 52 تقريبا، يعني بين 2 و3 سنين عمري. طبعا الشعر محلول، كنت عنيدة طبعا شكلك، ما أبيتي شخصية قوية تربط دمو أخذ الشبط يعني شايف الشبط ما مزرر لأنه أصريت أنه لا أنا اللي أصور شبطي مزرر، لازم الشبط يكون ما مربوط يعني. فساتين الساتان وحاجات كده. هنا أمنا بدري هنا خلاص الشباب الشباب وما زلت الشباب يعني ما شاء الله. الصورة دي سنة 68، كان زمان لما الواحد يجي يمتحن الشهادة ويكون خارج الجامعة بقول لهم صوروا للجنسية والبطاقة وكده، فدي الصورة الموجودة لحد الآن في شهادة الجنسية بتاعتي وشهادة البطاقة بتاع جامعة الخرطوم، والاثنين طبعا الواحد محتفظ بيهم. فبتذكر كنت بذاكر كده، فجاء واحد من خيلاني قال لي يلا عشان تمشي تصوري، فبس لفحت ليتوب وجرينا الاستوديو صورنا. فبرضه صوره يعني صوره جميله حلوه. الصوره الاخيره دي صوره الزواج، ذكريات الزواج. طبعا الزمان في الزواج ما في زفاف والكلام ده، يعني الواحده بتكون لابسه توبه وياهو زي البلدي بتاعنا. فدي برضها صورة الزواج، ده كان سنة 71 ديسمبر 71 الصورة دي. بعدين يعني قاسم هنا في الجرتك بتاعه، أنا ملاحظة دكتور قاسم هنا ما لابس الهلال، ما لابس الهلال. دي الميداليتين اثنين موجودات، يعني واحدة من اثنين من تراث الأسرة اللي هم ميداليات جمعت الأسرة القروش عشان تعملها، وقدمت هدية لبابكر بدري، واحدة في عيد ميلاده 80 واحدة في عيد ميلاده 90، فبالنسبة لنا بقت كده زي جرتك يعني يقول لك عشان فيها بركة، محتفظة بالأسرة في كل شاب يتزوج فيها بركة بابكر بدري وفيها طول العمر. يا سلام، تيمنا يعني بشخصيته وكده. إذا دي مجموعة من الصور استعرضناها برفقة بروفيسور آمنة بدري، وبعد الفاصل الوجه الأجمل. أهلا بكم من جديد، والوجه الأجمل يتواصل مع بروفيسور آمنة بدري. ويمكن من الجوانب المهمة اللي ما تطرقنا لها بالحديث دكتورة آمنة جانب الاهتمام بالعمل التطوعي، وأنت دائما مهمومة بقضايا المرأة، دائما مهمومة بتحسين وضع المرأة، بمحاربة العادات الضارة اللي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر أيضا على المرأة. هذا الاهتمام الدائم بقضايا النوع في الحقيقة يعني يمكن نابع من إنه يعني الإنسان لازم يهتم بالإنسانية، يعني ده يعني قيمة كبيرة جدا، والمرأة بطبعها إنسان ممكن تعرضت عبر قرون من الزمان للنظرة الدونية،
لكن حسن الواحد بيحمد ربنا انه يعني في السودان المراه السودانيه يعني وضعها افضل بكثير من الدول الثانيه. فالواحد دائما بيسعى لترقيتها، بيسعى للاشياء الممكن يعني تكبر من اسمها في المجتمع المحلي والمجتمع العالمي. فيمكن من المنطلق ده يعني كان اهتمامي بالمساله دي، غير طبعا الخلفيه الاسريه والتعليميه وكده. فيمكن اتيحت لنا نحن فرص جميله يعني انه نشتغل في العمل الطوعي، وسعينا في بعض الاحيان لتكوين جمعيات وتنظيمات نسائيه عشان الواحد من خلالها كمان يقدر يقدم، ما يكون احلام لكن يقدم اشياء ملموسه ويتعرض لقضايا يمكن يعني هي يعني مساله رفع الاذى عن المراه بقدر المستطاع، سواء كان المسائل اللي بتتعرض لها في الاسره من ممارسات وعادات وتقاليد، او من الاشياء اللي بتتعرض لها في الشارع من يعني كلمات لاذعه وكده. ونحن بنحصد الان ثمره جهود استمرت لسنوات طوال من نساء دفعوا الغالي والثمين من اجل ان يوصلوا الاجيال اللي بعدهم للمرحله اللي وصلوها الان بكل تاكيد. ويمكن في ذات الاتجاه يعني قدمتي عده اوراق علميه عبر عدد من المنظمات، عملتي في برامج انمائيه تابعه للامم المتحده، تعاملتي ايضا مع منظمه اليونسكو وغيرها، وكل ذلك في سبيل تحقيق الوضع الأفضل. ويمكن لاحظت ربما مدرسة الاقتصاد سيطرت عليك في كثير من الأحيان، ولكن تحسين دخل المرأة، تعليمها لسبل كسب العيش، كل هذه الأشياء كانت بتشكل معظم اهتماماتك. وطبعا التعليم والتمكين الاقتصادي ديل يعني سلاحين أساسيات، لأن المرأة تثبت وجودها وتقدر يعني تعتمد على نفسها وتساعد غيرها. فدي يمكن على الحاجتين اللي انا دائما بستند لهم كنت في اي عمل اعمله، سواء كان عملي من خلال منظمات الامم المتحده او عملي من خلال جامعه الاحفاد او عملي من خلال العمل الطوعي بصفه عامه. فكنت بركز على الحاجتين دي مع مجموعه من الزميلات والزملاء اللي برضه هم مناصرين لنهضه المراه وكده. فيعني الحمد لله يعني حس مؤخرا كان عندنا مشروع مميز جدا مع منظمه الايجاد، طبعا هي مسؤولة من التنمية للدول في القرن الأفريقي. فده برضه كان يعني واحد من المشاريع الناجحة شديد، وتمت الإشادة به إنك أنت كيف تقدر كتنظيم نسائي طوعي تنقل خبرتك لأكبر عدد من التنظيمات الثانية، ما تختصر يعني بس. فدي فيها نوع من الدعم الفني للمنظمات النسائية الأخرى، وإنك تشتغل معهم في انهم هم يستطيعوا بنفس القدر او اكثر كمان يقدموا. في اطار تسليط الضوء على جوانب كثيره من شخصيه امنه بدري، عندنا افاده ايضا من شخصيه عزيزه عليك نشاهدها مع بعض. اريد ان اساهم في هذا التوثيق لعطاء الاستاذه امنه بسبع نقاط. النقطه الاولى أعتبرها مثلاً جيداً للأنثوية المرشدة. أقول المرشدة لأن كثيراً من الذين التي تظهر في عطاء وأداء الأستاذة آمنة تركز على الإنجاز الإنساني، المساواة الإنسانية بين المرأة والرجل، و من منطلق المحافظة على أنوثتها والمحافظة على أصالتها. فالمحافظة على الأصالة والمحافظة على الأنوثة والقيام بدور المساواة الإنسانية مع الرجل هو هذا الذي أسميه الأنثوية المرشدة. شكراً السيدة الإمامة الصادقة المهدي، وعجبتني كثيراً تعبير أنثوية مرشدة. طبعاً يعني الحبيبة الإمامة الصادقة المهدي يعني أنا من المريدين، بس نقدر نقول كده يعني شخصية ما سهلة، الواحد بيعزها وبيحترمها وبيقدرها أينما كان وفي أي موقع كان، والواحد يتمنى له طولة العمر والصحة والعافية، وربنا يحقق له إن شاء الله كل أمانيه في الدنيا وفي الآخرة.
يعني أنا بفهم شخصيته ويعني أفكاره وآراءه صراحة، يعني بجد فيها نفسي كثير، وهو زي ما شايفه برضو فاهمني يعني. نعم. فهو رجل مفكر وعنده خطاب، مفكر وعنده خبرة وعنده قوي حكمة يعني صراحة، وما شخصية سهلة. ونحن طبعا بحكم برضو خلفيتنا الأنصارية عندنا له حب خاص، يعني ما بس الحب بتاع الناس المعجبين بفكره، لأنه ما شخصية سهلة يعني، هو فعلا تستحق جديرة بالاحترام وبالتقدير وبالحب وبالكل ما تحمل هذه المعاني من كلمة، كل هذا الكلام. فيعني الواحد يحييه من هنا ويتمنى له طولة العمر، واشكره جدا على الكلمات الحلوات. هو قال 7 نقاط لكن سمعنا نقطة واحدة. هو أجمل 7 نقاط في هذه العبارة الصغيرة التي ذكرها. سعدت جدا برفقة قامة عظيمة وسامقة في قامة آمنة بدري. استمتعنا أيضا بكل هذه المحطات الحياتية، الحكاية والخفايا الجميلة أيضا اللي استعرضناها. امرأة أمدرمانية جميلة بكل المعاني. شكرا لك كثير، ونشكر كل من تابعنا اليوم عبر الوجه الأجمل، وبالتأكيد هي وجوه جميلة كثيرة تزخر بها بلادي. إذن كل خميس نستعرض وجه جميل عبر قناة الشروق، نفس الزمان ونفس المكان. في أمان الله. لو انت نسيت انا ما نسيت، نشأتنا لولا ايام جهالتنا زمن الطفولة، اما الان فصرت طول في الحجون، خلافت الحقيقة طواها خمرات الغرام ساقين.
سعيين الهوى خمراتنا الغرام الأيام